خصوصية لأهل الكتاب وبين المسلمين فيه محرفين. في قضية كثير من كثر ما سألوني الناس حولها، لأنه في بعض التافهين اللي بنجدهم أحيانا في الإنترنت بيلقوا شبهات. الآن إحنا بهمنا طريقة المناقشة وطريقة الاستدلال بغض النظر عن القضية المطروحة اللي هي عذاب القبر، يعني سألونا عنها كثير وسبق انه احنا لفتنا الانتباه إلها، بس نشوف كيف. لانه كثير من المسلمين لما بيشوفوا انسان مسلم، وهذه المشكلة على فكرة، مين اللي ممكن يحرف الدين اكثر في النصرانية مثلا؟ القساوسة. مين ممكن يحرف الدين اكثر في اليهودية؟ الحاخامات. طب مين ممكن يحرف الدين في الإسلام اللي بيظهر أحيانا بمظهر أنه يعني شيخ أو هذول أقدر التحريف، لأنه الإنسان عادي كيف بده يحرف؟ الإنسان العادي كيف بده يحرف؟ لا يعرفوا أنه هذول الأخطر مرات اللي بيكونوا فاسدين. وانتوا شفتوا اليوم، صرتوا تشوفوا في مصر من جماعة السيسي، من هالمشايخ اللي كل يوم بيطلعوا لنا في أمور والناس بتسألنا، وإحنا قلنا لا، انه مرات الامور من كثر ما هي تافهة ما بصير انه احنا ننشغل، احنا منأسس مظبوط، يعرفوا الناس الاسلام وخلاص. الامة بشكل عام بتعرف وعم تتلمذ بشكل صحيح، في انحرافات فيه. طيب في موضوع عذاب القبر، بدنا فقط قضية الاستدلال. كيف الاستدلال؟ شفت واحد، هذا يعني بلاش انا ما بذكرش اسماء، بس هذا الرجل من كثر ما اني يعني شفت له اكثر من شغله شبهته، مع انه هو ضعيف يعني، والعجيب انه في بعض الفضائيات بتجيب له برنامج وكانه يعني مسلم تماما ورجل بخبص في الدين بطريقه عجيبه، هو اصلا مش مختص. انا دائما بشبهه بثور، ثور اعمى بيهجم وبنطح، وين بتصيب مش قضيه، كيف الثور الاعمى اللي بيهجم وبنطح هون وهنا، هذا هيك في قضيه الله. مثلا شفت له، وطبعا في غيره، شفت له شو بقول، ان الله سبحانه وتعالى، دققوا معي الان قبل هذا اللي بدي اقوله، شوفوا ما ورد في عذاب القبر من احاديث متواتر. شو يعني متواتر؟ فوق الصحيح. انا شخصيا شايف ما يقرب من روايات 40 صحابي، 40 بجوز اكثر، فيه 40 صحابي، هذا فيما صح عن عذاب القبر، اكثر من 40 صحابي. ال40 صحابي راويين كذا حديث، يعني الصحابي مرات في عذاب القبر بيروي اكثر من حديث في عذاب القبر. طيب طالما انه متواتر، ايش يعني بنبدا احنا نشكك في عذاب القبر؟ متواترات، شو يعني متواتر على فكره؟ ما هو منكر المتواتر، العلماء قالوا المتواتر اللفظي منكر وكافر. طب وفي شيء اسمه تواتر معنوي، شو يعني معنوي؟ يعني انه المعنى وارد هون وهون وهون. وعذاب القبر ما هو في عالم المعنى، وارد احاديث باشكال كثيره، مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اعوذ بك من عذاب القبر، هذا بكفينا ولا بكفيناش؟ حديث صحيح، وأعوذ بك من عذاب القبر. طب استعيذوا لما يقول إلى آخره، مشيك أحاديث كثيرة أشكاله. بتجد صعليك بيجوا في مواجهة، بسموا حالهم مسلمين، في مواجهة أحاديث متواترة بيجي بيقولوا فيش عذاب قبر. طب ليش؟ قبل هيك بدنا نعطيهم آيات، من على وجه السرعة لأنه سبق ذكرناها، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لاحظوا أغرقوا فأدخلوا، هذا مش يوم القيامة. مين هم هذول؟ قوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا إيش الفا هاي؟ فأدخلوا نارا، بدهم يدخلوا بعدين. طيب ماشي، هاي واحد. اثنين، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وين اللي في القيامة هاي؟ فش في الآيات، لا قبلها ولا بعدها، ما لهاش علاقة. لاحظ، ولو ترى إذ، وين ترى؟ لحظة إيش؟ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إذ لحظة توفي، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وإيش كمان؟ وه ذوقوا عذاب الحريق. هذا وين هذا؟ وين هذا؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم إيش اليوم؟ إيش يوم إيش هذا؟ يوم إيش هذا؟ يوم إيش هذا؟ اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، اليوم ولا يوم القيامة؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، مش بعدين. تمام. طيب بنكروا إذن قرآن وبنكروا ليش؟ شوفوا ليش، شوفوا ليش. قبل ما أجيب هذا اللي بنطح الثور الأعمى، وأقرب إلى الاستهزاء في الدين وفي فضائيات قلب، يجيب له برنامج بيجي يوم بلكي. أنا عارف خرجنا عن هالسياسة وجبنا مجموعة هالمضروبين هذول نجيب فيهم، بس أنا بدي نشغل في التافهين. المهم قبل هيك أنا شفت عالم كبير من العلماء المحترمين، من العلماء المحترمين، وشفت ناس بقلدوا. طبعا العالم الكبير المحترم هذا ما لناش فيه، بيخطئوا مرات، هذا خطأ. في فرق بين الخطأ لواحد عنده قدرات ويجتهد وكذا، الأخير ممتاز، المجتهد بيخطئ. بس المهم تعال، أنو مجتهد؟ أنو مجتهد؟ يعني زي ما سبق قلنا، واحد ضربته سيارة، ضربته سيارة في الشارع فهجمت الناس، وواحد أجا صار يعالج فيه فمات. الشرطة شو بتعمل على فكرة؟ تطلع تنظر، إذا هذا اللي بيعالج كان طبيب خلاص شكرا لك، أنت قمت بدورك ومات الزلمة. إذا اكتشفوا أنه مش طبيب، تعال يا أخوي تعال، شو باك تعالج أنت وأنت مش طبيب؟ بروح فيها، بروح فيها طبعا، قتلته أنت، أنت قتلته. فلما بيجتهد إذن معذور. بس شو معذور يعني بيجتهد؟ يعني عنده آلية الاجتهاد وعنده الخلفية كلها، تمام، معذور. تمام. هذا العالم الكبير عارفين شو بقول؟ وهو يجاوب بقول ما هو يعني فيش عذاب قبل حساب، فيش عذاب قبل حساب، على أساس إنه إيش الحساب بيكون يوم القيامة مش في البرزخ لما الناس بموتوا. شوفوا فيش عذاب قبل حساب، هاي منين جابوها؟ لو اجيت فحصت، فحصت الآن في الدين، منين جابوا إنه فيش عذاب قبل حساب؟ منين جابوها؟ ثم هاي تعارض قرآن. مثلا شو قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إيش؟ طب العذاب العظيم وفهمنا اللي هو يوم القيامة، إيش ما يعذبهم مرتين؟ لما يقولوا، وشفت أكثر من واحد كان قال لك فيش عذاب قبل حساب، إيش؟ طب أنتوا هذا الكلام، هذا الكلام منين جبتوه؟ وبوقع فيها عالم كبير، فيش عذاب قبل حساب؟ طيب ممتاز، خذ يا أخوي. أولا المنافقين سنعذبهم مرتين، ثم بغض النظر شو هن المرتين، هل هي مرة في الدنيا ومرة في البرزخ وبعدين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المهم هاي في عذاب بدون حساب. لا اثنين، طبعا في آيات ثانية، في آيات ثانية. طيب ما هو معروف، معروف إنه في الدنيا في عذاب، ليش في البرزخ لا؟ في الدنيا في عذاب ولا ما فيش؟ الله بيعذب وفعذب. طيب لما نعاقب، احنا نعاقب، نعاقب لما مش هيك نعاقب الزاني، لما نعاقب الزاني عذاب ولا مش عذاب؟ وليشهد عذابهما. طيب هيو هيو بدو هيو في الدنيا عاقبنا، ولكن لما عاقبناه في الدنيا هذا، هذا غفر له، هذا رحمة فيه. ولذلك بقول لك في منهم بقول لك ايوه انا بدي ينزل في العذاب في الدنيا واطلع انا يوم القيامة ايش؟ تمام. ما هو اصلا هذا رحمة، اصلا هذا رحمة. اذا ما والمصائب اللي بتحل بالناس، المصائب اللي بتحل بالناس بتكفر ذنوب وبترفع درجات، بتكفر ذنوب بترفع درجات. شو المانع ان يكون البرزخ بنفس الطريقة؟ ايش يعني البرزخ؟ يعني إذا عذب إنسان في البرزخ
بخرج يوم القيامة مثلا من خصوصا إذا مؤمن يعني بخرج يوم القيامة وهو إيش جاهز يعني مغفور. طب ممتاز ممتاز واضح. إذن هذا الكذبة هاي الكبيرة من إنه فيش عذاب إلا بعد حساب وفيش عذاب إلا يعني بعد حساب من بيكذبوا على مين هم؟ في منهم بيكذبوا وفي منهم بيخطئوا يعني بيكون قالها هيك ومش داري قالها هو ومش داري يعني يكذب قرآن. ها إذن اقرأ القرآن وشوف إنه كان يعذب في الدنيا ولا ما كانش. ربنا اكشف عنا العذاب. كانوا يطلبوا كشف العذاب إيش يعني؟ أنو عذاب اللي يكشفوه؟ هاي في عذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا منيح بلكي يستفيدوا بلكي يتراجعوا. طب في البرزخ بتراجع إيش؟ بتطهر. البرزخ بتطهر بتطهر من ذنوبه لأنه لما طلع من الدنيا طلع وهو إيش؟ في النار. خليه يطهر مشان ما يكونش في النار. هم ليش خايفين؟ إيه بدهم مش إذن. طب شوفوا الآن الكذب على الأمة. إذن هذه أول قضية منين جابوها هاي إنه فيش عذاب؟ معناته مش لازم نعاقب في الدنيا بالمرة. بعدين طيب إيه الآن؟ إذن عذاب القبر على فكرة هو رحمة، جزء منه رحمة. إيش يعني؟ خلص لما خرج من الدنيا هذا يبدو رايح النار إذا ما تعذبش في القبر بحيث يكون خالص. تمام طيب هذا واحد. اثنين لاحظوا هذا شو بقول؟ بقول لاحظوا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما قال. هيهم هيهم إذا الكفار نايمين مطمئنين كيف المؤمنين؟ قال يعني هيهم دليل ما فيش عذاب قبر. تصوروا في مواجهة الآيات وفي مواجهة الأحاديث المتواترة فهمه صار حكم. بتقولوا لي كيف بتحرف الدين؟ كيف بتحرف الدين من ممن يظهروا انهم اهل الدين؟ هيك مش من الكفار بتحرف الدين، من اللي بيظهروا اهل الدين. طيب لاحظوا الان كيف فهمها. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قال هيو كاي متوقف الزمن وما فيش لو في عذاب قبر. نشوف وين الإشكال في هذا الكلام. واستغربت من بعض العلماء إنه بظن إنه هذول الناس أخذوا ظاهر القرآن. هذول أخذوا ظاهر القرآن. ليش هو ظاهر القرآن؟ شو بقول؟ بقول إنه هذول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا. بعدين لعلمكم على فكرة في هنا في قراءة في قراءة حفص في هون سكت. لاحظوا كيف بدي أقرأها. في هون سكت. قالوا لحظة الآن هم قالوا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق. هو أنتوا لما الواحد أول ما يستيقظ بكون مجمع يعني ولا بده شوية هيك عبين ما يستوعب شو اللي صار؟ هذا واحد. اثنين طب بقول يا ويلنا بقول يا ويلنا شو يعني يا ويلنا؟ يا لا ما هو بجوز مجرب هناك في القبر بقول احنا معناته كنا ظانين خلصنا في القبر في عذاب القبر. احنا هذا لو بدي افترض امشي معاه يعني هذا معناته بقول لك هذا ما خلصناش هذا ما خلصناش من عذاب القبر معناته اذا كان كفار يعني. يا ويلنا ليش بقول يا ويلنا؟ ليه ما لحقتش تقوم؟ شو عرفك انه يا ويلنا؟ يا ويلنا يا ويلي يا ويلي يا ويلي إيه معناته شايف قبلها. كيف بيستخدم هذا الكلام؟ هذا الكلام ضد أحاديث متواترة وقرآن. هذا أمر ثاني. لاحظوا أمر آخر. هم بيظنوا إنه عذاب القبر هذا بيظل مستمر من وقت ما بموت الواحد ليوم القيامة. أنو قال وين إنه يعني هذا بكون للمؤمن أو غير المؤمن يعني إنه مستمر إنه عذاب القبر مستمر ليوم القيامة؟ مين قال؟ ثم وبالتالي خلاص يعذب ويرقد. اثنين طب ما في نفخ في الصور فصاعق يصعق كله. بين النفخة والنفخة قديش منعرفش؟ افرض بين النفخة والنفخة 40 سنة فرضا، بين النفخة والنفخة قرن من القرون. طيب ما كان راقد؟ ما هو كان راقد لما قام يا ويلنا
ما كنا راقدين، ما كنا مخلصين. فوين هذه دلالة انه يعني فيش عذاب قبر؟ وين هو لازم يقولوا هيك؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بعد ان عذبنا في القبر والبرزخ، هيك لازم يقولوا؟ يخرب بيتهم التافهين، شو هالعقول هاي؟ طيب وخذوا غيرها الان، اهم من هذا كله اللي قلناه. شوفوا، قلت لو جينا لانسان، انسان واتلفنا فيه في دماغه الجزء المسؤول عن الذاكرة، الجزء المسؤول عن الذاكرة بتذكر؟ احنا الان بنجربها، ما في، بيضرب عنده الجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ وبروح وبيجي وبتكلم وبيأخذ وبيعطي ومش بتذكرش. طيب ما روحه موجودة ولا مش موجودة؟ روحه موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. شو اتلفنا احنا؟ الجزء الخاص، الجزء المادي في الدماغ، فبطل يتذكر. طب ما الروح موجودة، ليش ما يتذكر؟ ما عنده نسخة في الروح، ليش ما يتذكر؟ بتذكر. هذا شو بيعني بمفهومنا؟ خلينا الآن احنا نستخدم علمنا. في علمنا انه اذا اتلفنا الجزء المادي من الذاكرة، ولو انها الروح موجودة، ولو بروح وبيجي، ولو بعده عنده لغة، ولو بعده بيفهم اشياء كثيرة وعارف الواقع، مش متذكر، بتسجلش عنده، بيعرف الواقع وبيعرف كذا الاخيره وبيمشي وبوكل وبشرب وبفكر وتفاصيل وناسي، بينسى الماضي، بينسى الماضي، ليش؟ اتلف في الجزء الخاص بهذا الكلام. روحه موجوده، ليش ما يتذكر؟ شو الجواب؟ الجزء المادي تلفان. طيب في البرزخ ما هو فيش الجزء المادي اللي نسجل عليه؟ في البرزخ ما فيش الجزء المادي بلكي اللي ايش يسجل عليه، او اذا في ماده ما فيهاش دماغ، يعني في ذاكرة، فيش ذاكرة، فيه. إذن الجزء المادي لتسجيل المعلومة ضروري لإيش؟ حسب معلوماتنا الآن، إذا بدنا نكلمه بالمنطق اللي هو منطق إيش؟ أهل الدنيا. في أهل الدنيا ما هو الجزء المادي في البرزخ المسؤول؟ طب كيف إذن أنت بتواجه؟ كيف هالتافهين بيواجهوا آيات وأحاديث متواترة أنا شايف منها أقل شيء 40 صحابي؟ أه؟ والصحابي الواحد مرات بيروي عدة أحاديث في الموضوع في أشكال وألوان. طيب وإن الرسول بيعلمهم من الاستعاذة، طيب تيجي بتنكر أنت لأنك مش فاهم؟ ببساطة بجاوبك أنا، أولا هذا عالم البرزخ وفيش عندك أي دليل أنه في ذاكرة، وهينا عندنا أمثلة في الدنيا أنه في ذاكرة. وطيب ونفرض أنه كان في جسم ما فيهوش ذاكرة، تيجي بتنكر الأحاديث بعدين؟ شوفوا، حتى الناس اللي بيقولوا انه في البرزخ بصيروا قال يبحثوا، شوف بالله الانسان اكثر شيء جدلا، بصيروا يبحثوا، قال في البرزخ روحي ولا جسدي؟ اي هو في اشي جسدي؟ في الم جسدي هو؟ حكيت في الدنيا في الم جسدي هو؟ في الدنيا في الم جسدي هو؟ ما فيش، بدون الروح ما فيش. ولذلك لما احنا بنيجي بنقطع اتصالات من خدر الايد وبنقطع الاتصالات، والايد ما بتقدرش تبعث رساله وتقول في الدماغ وهناك الروح ابصر كيف متصله، تقول لهم يا جماعه قاعدين بيلعبوا بايدي، قطعنا احنا الاتصالات، بيعرف هو؟ بتالم هو؟ بتالمش. طب هاي الايد ما بنعبث في الايد، ما هينا بنعمل عمليات جراحيه بعد ما نقطع الاتصالات، ما تروحش الرساله، ما تبلغش الرساله، تمام. اذا فيش شيء اسمه جسدي، فيش شيء اسمه جسدي حتى في الدنيا، هذا كلام وهم، هذا كله الجسد مجرد موصل، توصل الرساله، والرساله شو هي على فكره؟ موجات كهرومغناطيسي، هاي في ايدك عم بحرقوها في النار، بقول اي بحرقوها في النار هم، وبصير يصيح، شو هو اللي بيصيح؟ شو هو الالم؟ انتم بالكم بيعرفوا مين اللي يتالم؟ الجسد اللي بيتالم، البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا المنغنيز؟ لا يكون الدم، لا وصلت الرسالة في بتألم. أنا اللي بتألم، الروح ما فيش روح، ما فيش ألم، قطعنا الاتصالات ما وصلتش الرسالة. شو يعني ما وصلتش؟ خدعناها، قطعنا، ما صرنا نعبث وما وصلتش الرسالة. لو توصل الرسالة وتعرف مشكلة. إذن مين قال إنه في نعيم في الدنيا هاي؟ إنه في نعيم جسدي؟ فيش شيء نعيم جسدي ولا في ألم جسدي، كله روحي، كله روحاني، هذا
النفس بس هي. ولذلك العلم الان لحد الان بدريش العلم بوصل الرساله للدماغ وخلاص. بقول لك اما شو يعني يتالم؟ فهموني هم شو يعني يتالم. ما حدا داري مين اللي يتالم. هو نفسه هذا اللي لو انت قتلت ابنه قدامه بتالم. بتالم الم شديد وبقول لك اذبحني ولا اني تقتله. وعلى فكره في واحد مره في من الاحداث اللي حصلت كانوا ينزلوا في عمواس بعد 48 فيش برا اذان اما اذن هو طيب شويه ايش نسوي يعني اذن مش اسمع ماشي مش ضروري مسموع ما احنا سامعين هون هاي غلط. فهون ايش كنا احنا؟ عمواس واحد هو ابنه نزل على بتعرف بعد 48 كانوا ينزلوا على القسم المحتل مسكوهم اليهود هو ابنه كانوا بدهم يتسلوا اليهود قالوا له اسمع يا بنقتلك يا بنقتل ابنك اختاروا انت وياه قالوا اقتلوني وفعلا قتلوه وروح الابن وروى القصة. شوف قديش طب هذا انو هذا اللي بيتكلم وانو اللي طلب هالطلب وانو اللي ممكن يتألم لقتل ابنه او مين ها؟ فإياكم تظنوا هذا هل هذا من سذاجة البشر قال يعني جسدي ولا روحي؟ ايش جسدي ولا روحي؟ هو الجسد هو سائل الجسد بدلة موصل سنترال الدماغ سنترال عنده هناك اما مين ورا السنترال ندريش تمام؟ نعرفش. ولذلك فعلا كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. فبالتالي إذا بتلاحظوا كيف بيقفزوا على النصوص لأوهام هم مش قادرين يفهموا أمور مش قادرين يفهموها وبالتالي أزعجونا الناس من كثر ما سألوا من هذا أو غيره إنه شو رأيك عم بيقولوا عذاب قبر مش عذاب قبر إيش عذاب قبر؟ طبعا هو زي ما قلنا طبعا هو رحمة أصلا وهو رحمة كان قال لك لا بدي حاسب لا بده يصف حسابه قبل ما يتحاسب لأنه إذا تحاسب وراح فيها مش هيك؟ طيب فإذا هذه رحمة وبعدين مش مستمر منين بتجيبوا أنه هو مستمر؟ بعدين العجيب أنهم ناقشوا آية اللي بيستخدموها العلماء اللي فيما يتعلق بآل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تصور قال انت لما بتروح على السوق انت تعرض على السلعه ولا السلعه بتعرض عليك؟ لا يا اخوي بيعرضوا علي السلعه. قال بدهم يفرقوا بين لاحظوا النار يعرضون عليها. طب ما هي مين اشد على فكره؟ تعرض النار عليهم ولا يعرضون على النار؟ لعلمكم الاشد يعرضون هم على النار. ليش؟ هم ظنوا انه ما فيش ايه في القران بتقول هالكلام. ويوم يعرض الذين كفروا على النار شوف يوم يعرضوا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. لما يقال لهم هاي جهنم هاي بعدها ما تعذبوش مين أشد على فكرة إنها تعرض جهنم ولا هم يعرضوا؟ يعني لما أنت تيجي للفروج والتعرض للنار ومشان يشوي طيب ونفرض انه آل فرعون يعرضون وعم بيخبرك عن انهم آل فرعون يعرضون بس آل فرعون واعيين ولا مش واعيين هم يعرضون؟ لاحظوا واعيين ولا مش واعيين. اما اذا قال مش واعيين بنقول له اقرأ الآية من قبلها شوفوا التحريف اذن شو هي الآية؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب شهو سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة كمان مرة شفتوا التحريف؟ طب اقرأ الآية اللي قبلها ايش بتقول آية قبلها؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب شهو سوء العذاب النار يعرضون عذاب. اذن هم واعيين مش زي ما حاولوا يقولوا انه قال يعني يفلسفوها بطريق او باخر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب شو سوء العذاب؟ هاي سمى عذاب. اذا عذاب بغض النظر شو شكل العذاب. وحتى لما يشوف
لما واحد على فكرة تجيب له أسد وتقدموا عليه وترجعوا وتقدموا عليه وترجعوا، شو هذا؟ هذا مش عذاب هذا؟ طيب مش هي. المهم في عذاب ولا ما فيش؟ ولا هذولا وهم يعرضون على النار يعني ميتين، بس النار بتقول آه عرفتهم ويوم القيامة أنا بوريك فيهم. هيك هيك قال، هيك قال. صوروا صوروا هالسخافات، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. ليش أشد؟ لأنه هذاك شديد، أشد العذاب.